لو جينا لعدد المشروعات اللي تمت في محافظة الإسكندرية، عندنا 6 مشروعات مياه شرب بتكلفة 456 مليون جنيه، 29 مشروع مياه شرب وإحلال وتجديد بواحد مليار جنيه، 2 مشروع مياه شرب جاري تنفيذهم بتكلفة 550 مليار جنيه، تكلفة إجمالية مشروعات الشرب مياه شرب 2.1 مليار جنيه. بالنسبة للصرف الصحي عندنا 13 مشروع صرف صحي بقيمة 2.9 مليار، شاملة إنشاء 4 محطات معالجة وتوصيل شبكات لعدد 8 مناطق سكنية. عندنا 84 مشروع إحلال وتجديد بقيمة 190 مليون جنيه، 12 مشروع صرف صحي جاري تنفيذهم بقيمة 3.2 مليار جنيه، مشروعات استيعاب مياه الأمطار بقيمة 70 مليون جنيه. طبعا برضو حجم الإنفاق في محافظة الإسكندرية على الصرف الصحي يمكن زي ما لو احنا شفناها وقارناها بكونها المحافظة الثانية في مصر او الحضر الثاني في مصر، الا انها منخفضة شوية لان نسبة الريف في الإسكندرية اقل كتير من محافظات اخرى اللي هي محافظة حضرية وعدد سكان كبير بيعيش في المدينة. يبقى اجمالي القطاع الصرف الصحي ما تم انفاقه 6.5 مليار جنيه، وبننتهي ل 8.6 حجم انفاق على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية.